الله نصبتك صبح يا ابو يلا. لا ما تمشي علي الامور هذه. ليه يا ابو يلا؟ اول مشون عليك يا ولد. عز الله ولد ما شاء الله ماسك الدله ونار نار اخر البيس ضراب كذا ويزعنا النار. وش فيه لو نزلت الدله؟ لا قلت حار ممنوع. ها؟ ممنوع. لا والله من الفنجان يجيني صار لي سهل. وش هي؟ الكارثة يا ولد. وش هو؟ مرة أبوي جا ضيف وقوم الصبر في الدلة واقف عنده. حلو يا سلام. وراح أبوي مدري وين راح مدري يجيب جميلة مدري وين راح. والرجال طول عمرك كل شوي يوقف واسمع ولعان العقوم برا يقول ما هو من هدف من فوق القدم. أنا بعرف الهدف هذا هو هدف مو هدف ماني يرمى. أنت قلبك معه يعني. هذا هدف مدري ايش يقول. وأنا زي أقول أعطيه أصرف له والله من الجيش. يوم جاء أبوي دلت في شيء والله يا أبوي شف سليت قلت أنا يا خانة أصلا لا عمري من عمرك. جاء أبوي الظهر أنه قال ولدي ما أقول صحيح صرف له كذا. إيه صراحة. بعدين أبوي قال خلكم هالرجال احنا مشغولين من أول ما في فنادق. طيب الضيوف لجاء يمتع أنت لا تلعب ولا تروح. يا شيخ يا رب لك الحمد لله في فنادق. طيب أبوي خلكم مع منتدب. انت دابك علي خلاص. انت سلامك على انسان يا تقول ايش اسمه تقول سفير. طيب ايه وش سلم راح دارت المهم سكر المشي ترى المشي نقدر نعلقها والله هنا يمسح. طيب ولا مسح قاعد ما مسح كذا يقول كذا راح صلى روح ورا. حلو حمايه ذي الوش. ايوه يمشي يتفت. انا قلت الرجال ويوم خشخاش ما حد اطلع علي ابوي ما قال ادعي قصه الا تغير صار يتصرفات مع امي تبدا المشاوير معه. وين يبي هو؟ ها؟ وين يبي؟ كل شوي يودي فلان بيسلم بيسلم عليه قلت واجده قال ابي فلان وفلان 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 وحنا ندخل هذا دله وهذا سواه. انت معه ما تخليه؟ ما اخليه قام طلع من البيت قال ودنا فلان. طيب اللي قهرني وشو؟ دخلنا عند احد البيوت هم تقهوينا ما ادري قال الرجال ونعملي اني جايب ها؟ كيف قاعد تعبر؟ اعود بالله وين حقت عليه؟ والله يا ابوي يزيد حقت عليه، وش اقول لكم اليوم؟ اما شوي طيب ايش سويت؟ فهمت معه وانا طلع طال عمرك قلت انا اوديك. يوم تعدم عنده قال فلانه حيه، فلانه حيه شوف فلانه وحده ميته لا فلانه حيه. وانا اقول له يبي الدنيا اي والله يا ابوي خلى الحمار الحين يعرف اني مرضان صحيح. ويقول بسم الله فر الشارع. مع عصطك من بيت لبيت ليش جاء العشاء ما قبلنا على البيت يا ريحة المرقة سلام العشاء والولد للناس عزمين وجيراننا والددوس ابو يزيد في واحد مع شمس نشوفه ما مسئيم. طيب ويوم دخلنا طلع مع الحوش لا يا ولد البنات يلعب اللاعبين ولا عليك ولا حسن صادق ما يختم بسرعة ابو يزيد ويوم العبون زقطة واحد يذكر كلها غلط برضه تخبرها زقطة ها؟ أنا من أدخل أنا وياهم دخلنا مع الباب لأمي تحت هذه اللي لمحها مرقة السلام قطع لحبيب تقص بعض وأنا ويطري علي الشاي. شوف امتحان ليه طلع علي الشاي بنه دخل ليه يروح يدخل المجلس يقول ولدكم هو معي لأني مروعة الشاي وأنا ألحق لأن أبوي مكلف من المكلف فيه التكليف جاء باسم أبوك إيه لازم ينهيه منه أبوي. طيب يسوي الحمد لله وانا الحقهم دخل مع ابوي وانا وراه يا سلام انا مش حبيبي الرجال لازم عدات ما ادري يحطون العشاء جاي وانا رجال العشاء يقوم يتعشوا وانا وين ماسك نفسي حق حقك انت ما قلت فوق راس الضيف هذا مو قلت معهم انت عدات ما قلت الصبح ضامي شفت لو المرقه شفت لو المرقه اللي اعطتني امي تلقاني دخت وطحت بوسطه بس اني امرقه مسكت مسكت قويتي. حلو خلص طعم كل شيء يقول عطنا قصة وارض زين يا عارف ويا قطع من الحمد لله خلي ده الظاهر إنه يسلم على خويه اللي ورا دخله مع المقطع يسلم عليه وياكلون طيب. خلص طعم الفور راح أمسك المنشأ بعد بمشي في شيء بلي أخس ضميري بلي أخس صدق ضميري دخل علي يوم إني ماسك السحاب يقول أنت ماسك النفس. طيب قسم بالله يا ابوي يزيد لو انه وقت هذا ليش تكلم عليهم حقوق كل الشياب معهم كل يا ولد مت لولا المرقه لولا الحنان اللي جانا الصحيه الصغيره كان قال منصر عطاي
بعدين انا متهور بحاجه. وش هي؟ الذبيحه هذه ياكلون منها الضب. حلو. والقلطه الثانيه والحريم والورق. بركه ما شاء الله تبارك الله. انا بركه. ايه ها؟ انا قدر الصور اللي تذبح وكل اللي يقول ما عطى لا عم ولا زمان ولا شيء من اول تكفي ولا وفي ناس ما حق دور. غريبه. غريبه. اي عندي عجوز يقول مره كذا ما عندي عجوز وعندي ياكلها وعمي الضرب.